يا الله، السلام عليكم شباب. متاح ان شاء الله بلابل كشميرية أليفة مثل ما تشوفون، أفراخ هاي الطيور قدامكم شباب، طيور بعدها أفراخ. هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث. سعر التك 100,000، سعر التك 100,000. طبعا ما راح اوقف الفيديو شباب، انتم تعلمتوا على ابو الميارة، انا هم تعلمت عليه، ها كل مقطع لازم يجي، فما راح اوقف الفيديو. بعد صار صاحبنا ابو الميارة. شوفوا شباب، طيور اليفة ديال كامل، صحة خير من الله، حلقة ستندا، سعر التيك 100,000 شباب، سعر التيك 100,000. مكاني بغداد الحسينية مرة جديدة، الرقم مالتي موجود بالوصف اللي يحب يشتري. هاي وجبة ثانية طبعا شباب، قبل فترة نشرت لكم وجبة، وهاي وجبة ثانية. شباب الكشميري اللي يريد يتصل علي، خاف ما يحصل بهاي الوجبة ويحجز، لانه يجي بكميات قليلة جدا. طيور بعدها اليفة زاق وتاكل وحدها هم. شباب اللي يريد كشميري خاف ما يحصل بهاي الوجبة، يتصل علي يحجز حتى يحصل بالوجبة الثانية، لانه يجي بكميات قليلة. تبذير عراقي شباب، وحلق ستندر، وطيور نظيفة ومتعلمة على اجوائنا، ومخرجات على بلبل عراقي، مخرج على بلبل عراقي، يعني الطيور صورة وصوت. بالتكاثر الاليف مال الكشمير يصير اسهل من الوحشي، الوحشي شوية صعب، ما راكد ما جاهز. هذا ان شاء الله ما يتعب، طيور نظيفة وصحتها مثل ما تشوفون قدامكم خير من الله، صحتهم خير من الله. هاي الطيور قدامكم، مكان بغداد الحسينية مرة جديدة، والرقم مالتي موجود بالوصف، اللي يحب يشتري يتصل علي وان شاء الله ما قصروا. يا الرقم نفسه بواتساب شباب، وبلابل هم لا يتكاثر هم اكو، اللي يحب يشتري يتصل علي وان شاء الله ما قصروا. يا تحياتي للجميع.